أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إخوانا الكرام. يا رب تكون خير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-3591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفورليه دبابة موديل العربية 1987. على فكرة العربية سعرها رخيص جدا، ارخص من سعر التروسيكل، وعلى فكرة كمان العربية شغالة ما فيهاش اي مشاكل، وفيها كمان جنوط سبور وفيها طقم عدة، والعربية بصراحة كويسة جدا وكمان سعرها على قد الايد. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفورليه دبابة موديل العربية 1987. العربية فيها نمر إدارة إسماعيلية، آخر ترخيص كان 17-23-20. العربية ما فيهاش أي مشاكل، والعربية فيها طقم عدة كاملة، العربية فيها كاوتش جديد، العربية فيها بطارية جديدة، العربية فيها طقم جنوط سبور، العربية الموتور شغال ما فيهوش مشاكل، وآلات الجر بدون مشاكل، العربية بدون أي عيوب. الترخيص إن شاء الله هيكون على المشتري. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفورليه دبابة موديل العربية 1987، سعرها 30,000 جنيه بس. سعر العربية 30,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-263-86-175. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-263-86-175. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.